يا طاهر. ايه ده؟ كل ده فلوس يا سيدياب؟ ايوه مالك اتخدعت كده، خدهم تستاهلهم. ايوه بس انا ما صرفتش كل ده يا سيدياب، وبعدين ده انا لحم اكتفي من خيرك. عشان كده انا بديك الفلوس دي كلها، عشان يبقى لحم كتابك من خيري وعلى طول. ربنا يخليك لينا يا سيدياب وما يحرمناش منك ابدا، وعلى راي المثل جيب السبع ما يخلاش، خصوصا لما السبع ده يعاود وتاجر في السلاح. السلاح؟ أنا نفسي أعرف مين ابن الكذاب اللي قال خد من التل يختل، ده إحنا ممكن ناخد كل اللي في التل ونعمل تل من أول وبديت. وليه يا طارق؟ ما بقولش حاجة، بس يعني أنا الفرحة خربطت دماغي وخلتها لي كده متخربطة. طاهر ما عاوزانيش دلوك الدماغ المخربطة، عاوزين دماغ موزونة قوي. موزونة ومتظبطة، واعتبرني ابن السعادة دماغك اليمين يا سيد الناس. صحيح يا أخي، أنا برضو قلت إزاي ظابط باشا زيك يدخل السجن عشان رشوة هايفة زي دي. 250 ألف جنيه بقى رشوة هايفة؟ آه طبعاً هايفة. ايه 250 ألف جنيه قدام مستقبلي وسمعتي والاسم اللي بنيته في الداخلية؟ وناوي تعمل ايه يا باشا؟ العمل عمل ربنا عريان، حسبي الله ونعم الوكيل. ياه، وانا كنت متخيل ان مصيبتي دي اكبر مصيبة. ما مصيبتك انت تبقى ايه؟ لا صحيح، انت مصيبتك ايه يا سيد دولار؟ عارف مصيبتي ايه؟ مصيبتي اني قلت الحق. يعني ايه يعني؟ مش ولا حاجة. في يوم واحد صاحبي طلب مني اني ارسم له صورة صاحبته، رسمتها له. بعد ما رسمتها له راح مديني حتة حشيش، واضح ان الصورة عجبته. قلت له ما بشربش. قال لي خليها معاك، مس بيها على اي حد من صحابك. وللاسف انا زي الغبي رحت واخدها وحطيتها في جيبي. وانا مروحة قابلني كمين بيفتشوني، لقوا معايا حتة الحشيش. وهما بيكملوا تفتيش لقوا في جيبي التاني 100 دولار كنت لسه راسمها. يا نهار ازرق، يعني القضية بقوا اتنين، مخدرات وتزوير. في حظك الهباب. هو فعلا هباب. بس عارفين لما رحت النيابة ايه اللي حصل؟ جالي المحامي قال لي ولا تقلق، كل انواع القضايا دي بتخلص بحاجة واحدة بس، قول ان الضابط وهو بيفتشك انت رفضت، واول ما رفضت راح رمي لك الحشيش ورمي لك ال 100 دولار. عدت عليا الحاجات دي كتير. بس للاسف بقى انا رفضت وقلت الحق، واول ما قلت الحق جيت هنا على طول. نورت يا دولار. لما وريتك يا حضرة الظابط مبقاش لعله. انا سعيدة جدا ان انا هشتغل مع الاستاذ جلال ابو العزم من اكبر المحامين في البلد. الشرف ليا يا استاذة، وياريت تعتبر المكتب مكتبك، ولو عزت اي حاجة انا تحت امرك. مرسي جدا يا فندم، ويا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد الثقة الكبيرة اللي حضرتك مدهالي دي. ان شاء الله، انا متفائل فيك خير. فضل حضرتك على الارشيف عشان تشوف نوعية القضايا اللي احنا بنشتغل فيها. هتلاقي مدني وتجاري واحوال شخصية، ولو في اي استفسار انا تحت امرك. اوكي، بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا استاذه، مع الف سلامه. زي ما بقول لك كده يا باشا، حسام الهلالي بيتاجر في حبوب الهلوسه وعامل دولاب، واللي بيساعدوه العيال الجرابيع دولار وعريال. دولاب وحبوب هلوسه؟ انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ بصراحه يا باشا انا ما شفتوش بعناية، بس في مساجين قضوا منه قالوا لي. والله يا عيال جاي بوظ لي مساجين. اسمع، انا عايزك عينك عليه وعلى اي حاجه بتحصل وسط المساجين. عارف اني بعتبرك عين من عيوني، فاهم؟ انت تأمرني يا باشا. لعله خير ان شاء الله. طيب روح شوف وراك ايه. ماشي يا حسام يا هلالي. جرى ايه؟ انت مش ناوي تتهدي بقى وتبطل شغل الوساخه اللي جواك؟ مش فاهم قصدي سعادتك. ولا امور اللاوع وشغل الحورتجيه ده مش عليا، فاهم ولا لا؟ انا لا ملاوع ولا حورتجي، انت اللي فاهم ولا لا؟ ده انت مش مرتشي وبس، ده انت قليل الادب وبجع كمان. شهر حبس انفرادي، يمكن تتربى يا حسام يا هلالي. Thank you.
دياب اتوحشتني قوي 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 يا سي دياب. وانا كمان اتوحشتك. كيفك وكيف ولدي؟ بخير يا سيدي طول ما انت بخير. المهم دلوك اراضيك فين؟ عمل زي الطير المهاجر، كل ليلة ببياتي، كل بياتي بليلي، عمال ألف وأدور في بحري مالوش أول ولا آخر. يا حكمت إن شاء الله ترسالك على بر يا سيدي، البيت مالوش عازة من غيرك. تعيش يا حكمت. أنا مش مصدق إنك واقف قدامي دلوك. نورت بيتك يا سيدي. المهم أنت بخير؟ بعد يموت الكبير مفيش خير واصل. في مره هرب حلقي، حاسس روحي بتتسلت مني، حاسس الدنيا خرم مبره، ما شايفش قدامي واصل. ليه بس يا سيدي؟ معيش فلوس، دي حتى حصلت طاهر يصرف علي. سلامت روحك وقلبك يا سيدي، وما تشيلش هام واصل، الخير كتير والحمد لله. خد دولي. جبت الفلوس دي منين يا حكمت؟ اوعاك تكوني بعتي. لا بعت ولا اشتريت يا سي دياب. عمك وعياله ما رديوش يدوني ايجار الارض، شيعت لهم عمي صادق بيه، هو اللي جاب لي الفلوس منيهم. خدهم يا سي دياب خدهم، دي نصيبك من ايجار ارض ابوك الله يرحمه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل، وخليك لي يا ام منصور. وعمي الخسيس ده ليه حساب تاني معاه؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. المهم انا توحشتك قوي قوي يا سيدي. ايوه حاضر حاضر جايه. ها في حد عندك يا حكمت؟ حد زي مين؟ أمال إيه الصوت الخشن اللي سمعناه ده؟ قصدك إيه يا نجيب؟ هيجي منين الصوت الخشن؟ إيوه صح، إيه اللي هيجيب راجل هنا؟ هي قالت لك ها؟ عن إذنك ومعاك تعبان وعايزة أريح جدتي شوية. إذنك معاكي يا غالية. يلا يا أختي ماشي. خدي يا حكمت مفيش وقت. دول مفاتيح مخازن السلاح، ابويا ادالي النسخة دي في اخر نوبة جانبية. المفاتيح دول امانة في رقبتك، وطاهر حيكون حلقة الوصل بيني وبينك. حلقة وصلي ما فهمتش. المخازن مليانة سلاح على اخره، لازم نتصرفوا بالبضاعة، عاوزين فلوسها قوام. وانا مالي ومال الكلام ده يا سيدي؟ انا ماليش خالك يا حكمت، انت مراتي وسندي وستري علي، ولا ناوي تمليني عاد. انا فداك يا سيدي، بس انت عارف انا ماليش في الكلام ده. طاهر معاكي حيقول لك على كل حاجه، بس اوعي تمليه وتخليه يروح المخازن لحاله، ده مهما كان غريب ومش منيني. اللي في المخازن دي ملنا ومال عيالنا، ودي امانه يا حكمت بامنها لك. سيدي الامانه دي تقيله قوي. وانت قدها وقدود، هتوحش الجو يا خالي. هنقعدوا كتير على الحال دي؟ الصبر يا حبيبي الصبر، لازم نضادوا للريح شوية بدل ما نعافروا ونتكسروا. ما عاش ولا كان اللي يكسرك. كنت عارف انك أصيلة من أول يوم شفتك فيه. خلي بالك من ولدي. Thank you.
بس انت يا شاهين ده دلوقتي حامل في السابع يا حبيبتي، والشغل ده غلط على صحتك. سيبيها على الله يا ماما، ان شاء الله مش هيحصل حاجه. اهم حاجه دلوقتي ان انا اثبت نفسي كمحاميه عشان اعرف اصرف على الطفل اللي جاي ده. ما هو انا خايفه عليك وعلى بطنك. خلاص ما تتعبيش نفسك يا ماما، وانت مش عارفاها دي دماغها ناشفه طول عمرها. بكره ان شاء الله هبقى اكبر محاميه في مصر، وتسمعوا كده صوت شاهين ده نجيب الهلالي وهو بيجلجل في المحاكم. ربنا ينولك اللي ببالك يا رب يا شهندة. يا رب يا ماما، يسمع من بقك ربنا. انا هقوم اجيب حاجه كلها عشان ضغط من لفه على مكاتب المحامين طول النهار. حد عايز حاجه؟ كفايه اكل يا شهندة، خلصت اكل البيت مش لاقي حاجه كلها. يا واد. طب يا ماما انا عندي ماموريه برضو، مش عاوزه حاجه. لا استنى، عاوز اتكلم معاك كلمتين. انا عاوزك تتكلم مع اختك بخصوص سهل، لازم تبلغه انها حامل وانها على وش ولاده. والله يا ماما حاولت معاها كذا مره، انا صعبان عليا قوي الطفل اللي جاي، واللي صعبان عليا اكتر ساحر. خلاص انت لازم تقول له انها حامل يا ابني عشان نخلص ذمتنا من الله. صح. لا يا ماما مش هتقولوا له حاجه، عشان لو قلت له انا هسيب لكم البيت زي ما قلت، ومش هتشوفوا وشي ولا هتعرفوا لي مكان. يا بنتي حرام عليك تخبي على جوزك انك حامل وتحرمي ابنك من ابوه. وهو مش حرام عليه لما راح طلقني في المحكمه ورماني زي الكلبه وما فكرش يسال عليا ولو حتى بتليفون؟ يا شاهين ده ما يمكن الطفل ده هو اللي يقرب ما بينكم ويصفي الامور. كلامك ده كان ممكن لو لسه ليا امل فيه، انما خلاص يا محمد هو بعني، وانا مش هشتري حد بعني. فاهم يا محمد؟ مش هشتري حد بعني. طب بس انا عايزه افهم، انت ايه اللي معصبك دلوقتي؟ يا حبيبتي فين؟ مالك؟ ماما انا تعبانه قوي يا ماما. مالك يا شهندة؟ انت بتقول ايه يا محمد؟ زي ما بقول لك كده، شهندة كانت حامل وبتولد دلوقتي في المستشفى، وظن من حقك تعرف ان هيبقى لك ابن. وازاي يبقى في طفل بطنها مني ومحدش يقول لي يا محمد؟ وكمان بتسيبوني اطلقها؟ انت نسيت انت عملت فيها ايه؟ وهي كانت في حاله وحشه قوي، كانت مصممه ما تقولكش. يعني هي خبت عليها 9 شهور عشان تفوت عليها فرصه ترضاها لعصمتي وخلفت شرع ربنا؟ اخوك يقتل بنتي في عز شبابها، واختك تحرمني من حفيدي، انتوا ايه؟ مش سلطين عليا؟ ليه بتحرموني من كل حد بحبه؟ ليه؟ ليه مفتريين؟ ليه يا ظالمه منكم لله؟ انا عملت اللي عليا وجيت قلت لها عايز تروح تشوفها اتفضل، مش عاوز انت حر. الله يرحمك يا معتز يا اخويا، الله يرحمك. فعلا حبايبه كانوا كتير. شاكرين يا باشا على التسهيلات اللي انت عملتها معانا دي. لا شكر على واجب يا فندم، تحت امرك في اي وقت. متشكره جدا، انا فعلا عايزه عن الشكر. لا شكر على واجب يا مدام ايمان، ده المرحوم معتز كان اخ بالنسبه لي، واي حاجه حضرتك عايزاها وفي اي وقت انا تحت امرك. متشكره جدا. على فكره كنت هنسى، حضرتك تعرف فين ممكن الاقي المقدم حسام؟ هو حضرتك ما تعرفيش؟ ده المقدم حسام في السجن دلوقتي. هو ساب المكافحه وراح مصلحه السجون؟ لا يا مدام، ده اتمسك في رشوه واتحكم عليه ب3 سنين سجن. رشوه؟ يعني ايه الكلام ده؟ احنا خلاص اتطلقنا. وانا مستعد انسى كل اللي عملتيه واكتب عليكي من جديد بعقد ومهر جداد، بس ابننا لازم يبقى في وسطنا. وانا مش موافقه على الكلام ده ولا يمكن هيحصل. اهدي يا بنتي اهدي، ده انت لسه خارجه من ولاده. عشان انت ساهر لسه شريكي. وانا مش شارياه، ولا يمكن هعيش بقيه عمري مع راجل انا مش مأمنه له. ما تنسيش ان انا ابو ابنك ومن حقي اعيش معاه. ابنك موجود، ولما يبلغ السن القانونيه ابقى تعالى خده، قبل كده هو في حضانتي وانا اللي هربيه لوحدي. شايفه بنتك وعنادها؟ انت ايه يا شيخه؟ انت خاوله تفوري دمنا؟ يا بنتي عشان خاطر ابنك حاولي تنسي اللي فات. مش هقدر يا عمي، والله العظيم ما هقدر. كل اللي اقدر اقوله لكم ابنكم موجود، وقد ما تحبوا تشوفوه بقوا تفضلوا، وهو دلوقتي في الحضانه وانتوا ماشيين بقوا تشوفوه. مع السلامه. لا مش وحش. وحش. فاكرة يا ماما المقدم حسام اللي هو كان زميل معتز؟ فاكره يا ميل. النهارده لما رحت الوزارة سألت عليه عشان يساعدني في إجراءات معاش معتز، قالوا لي إنه اتقبض عليه وخد 3 سنين في قضية رشوة. طب وليه يعمل كده بس؟ هي دي الفكرة يا ماما، لا يمكن حسام الهلال يعمل حاجة كده. أمال سجنوه ليه؟ أكيد مسكوه متلبس. هو ياما في السجن مظاليم يا ماما. وإيه اللي خليكي متأكدة كده من براءته؟ معتز كان بيعتبره مثله الأعلى. أنا متأكدة إنه بريء.
عموما لو هو مظلوم اكيد ربنا هيقف معاه وهيظهر براءته. يا رب يا ماما. شوفي مين على الباب. ايه؟ حاضرة. شكرا. مين يا ايمان؟ ده بانك ستيتمنت يا حبيبتي. طيب تعالي افتحي. يا نهار اسود، انت سحبتي الفلوس دي كلها امتى؟ فلوس ايه؟ انا ما سحبتش المبلغ ده. يبقى ما فيش غيره اللي يكون عمل العمله المهببه دي كده. برضه يا محمد أهون عليك، ما تسألش فيها المدة دي كلها. معلش يا أستاذ، الواحد كان ظروفه ملخبطة شوية غصب عنك. ظروفك ملخبطة إزاي يعني؟ خير؟ أمك كويسة؟ لا أمي تمام الحمد لله، بس أنت عارف بقى ضغطها عالي والسكر بيلعبها من ساعة اللي حصل لك. واضح إن مفيش أمل. كتب عليا تعاقب على جريمة أنا أصلاً ما عملتهاش. ربنا كبير. على فكرة شاهين ده خلفت وجابت حسين. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. طب مش تقول لي يا اخي هو في خبر يفرح وفرحني؟ ما انت عارف انا بتنشا على حاجه حلوه اسمعها هنا يا محمد. طمني، رجعت لسيد جوزها ولا لا؟ لا لا، مصممه ما ترجعلوش وعايزه تربي الواد لوحدها. ما تعقلها يا ابني ورجعه لها. ربنا يهديها هي كمان. تعمل ايه انت وريان؟ انا وريان سيبنا بعض. سبتوا بعض؟ قال لها فسخ الخطوب. طبعا انا السبب. لا يا حسام انت مالكش ذنب. ماليش ذنب؟ لا انا ماليش غير ذنب. واضح ان بقيت وباء على كل اللي حواليا. محمد رحمه ابوك انت مصدق وعارف ان انا ما عملتش حاجه. ايه؟ واضح كده يا حسام ان احنا كلنا بندفع تمن غلطه محدش فينا غلط. ايه عم تعملها يا عمر؟ عملت ايه بس يا ماما؟ اديني سبب واحد يخليك تسحب كل الفلوس دي من غير ما تقول لنا. البنك اللي انا شغال فيه بيدي فايده اكبر من البنك التاني، بس حط الفلوس من هنا حطيتها هنا، بس هي دي كل الحكايه. يا سلام، وطبعا لولا هي اللي قالت لك ما تقولناش، صح؟ وطي صوتك وتكلمي بالراحه يا ريت. خايف على مشاعرها؟ يا حرام يا حرام. مش عرفنا اصلا ان كلامك صح. وانا هكدب عليكي دي بس يا حبيبتي. ادينا اللي يثبت لنا الكلام ده. وانا موافق، بس ما تتكلميش مع لولا ولا نص كلمه. يا الله. حاضر حاضر يا عمر. ماما النبي ما تزعلي، ما تسمعيش كلامها دي. انا اذنك انا رايح اوضتي. ساعة ما بنت الرقاصة دي جت واحنا ما عندناش غير المشاكل. أنا قلبي مش بيطمن. إيمان حاسة إنه بيكذب عليا. حاسة إنه ماما طول عمره بيكذب علينا يا ماما. والله ما أنا عارفة آخرة الطريق اللي ماشي فيه يا عمر. كله من العقربة اللي بره دي. استني شوية يا ماما وأنا هطفشها لك. وبعدين يا ساهر؟ هتفضل كده ساكت على طليقتك؟ انا رايي يا جماعه نسيبها تهدى شويه، يمكن تفكر ان هي ترجع. مش هترجع يا بابا، شاهين ده عملت كده وخبت حملها 9 شهور عشان تمسك زمام الامور. خلاص ارفع بقى عليها قضيه وجرجرها كمان في المحاكم. يا سلام، واحده تخبي حملها ومش عايزه ترجع لك، ومش عايزاك كمان تستخدم حقك الشرعي ربنا حققهولك. يا ماما اللي بتقوليه ده برضه مش هينفع، لانها ولدت خلاص وبكده يحق لها انها تقبل او ترفض تعيش معايا. يعني يعني عشان ترجع لي لازم يكون بمزاجها، ده غير بقى ان هجيب لها شبكه جديده ومهر جديد ومؤخر جديد. بنت اللذينه لعبتها صح قوي. يا جماعه يا جماعه، قضيه ايه اللي احنا نرفعها؟ احنا عندنا ولد دلوقتي منها، يعني بقينا اهل؟ هنزود المشاكل نحط عليها مشاكل تانيه؟ احنا نقعد كده نفكر مع بعض بهدوء ونشوف حل يرضي جميع الاطراف. واضح كده ان الحلول التقليديه مش هتنفع معاها.
بقول لك ايه يا عاطف؟ هو احنا يعني مش اصحاب؟ اصحاب ايه؟ ده احنا اكتر من اخوات. طمنتنا الله يطمنك. بس ايه لازمته السؤال ده؟ يعني بصراحة يعني كده انا كان يعني في طلب كده نفسي اطلبه منك بس مستحي. رقبت يا شقيق. بص انا معايا 7662 جنيه وربع. كنت طمعان يعني ان انت تكملهم لي عقبال ما اقفل المبلغ واعرف اسافر. شوف يا كامل يا اخويا، انت فاجئتني وانا مش عارف اقول لك ايه. عشان خاطري يا عاطف، عشان خاطري ليك وهتاخد وعليا وهديك. اول ما هسافر هلم المبلغ وارجعه لك بالفوائد كمان. يا كامل يا اخويا، انا راجل صاحب مبدا، لا احب اسلف ولا احب استلف، وبزنس از بزنس. بزنس از بزنس. ما هو الايده في الميه مش زي الايده في دوره الميه. ده تكنيله وانت شبه الكشك. ايه اللي بتقوله ده يا فاطمه؟ انا برج مني فوق هيطير. والنعمه الشريفه، هو ده اللي حصل. هو ده الكلام اللي قاله لي المعلم شعلان لما عرضت عليه ان احنا نورط له بضاعي. ومين الناس دول اللي ادوا السلاح؟ هو في حد غيرنا في البر كله بيتاجر في السلاح؟ حاولت افهم منه، ما رضيش يقول لي اي حاجه. اسمع يا طاهر. ايه؟ عاوزك تروح لحكمت وتجرد المخازن مخزن مخزن وسلاح سلاح وما تعوقش. مفهوم؟ مفهوم. ورحمه ابويا لو طلعوا اللي في دماغي صح ما هعتقهم واصل. تعبتي يا ست الناس ولا ايه؟ لا بخير يا طاهر الحمد لله، لكن قلبي متوغوش قوي قوي يا طاهر. دي اول مره اعمل حاجه زي دي. ربنا يجيب العواقب سليمه يا رب. جمدي قلبك امال. ان شاء الله ان شاء الله هنتمم المصلحه على خير. ربنا يسمع منك يا طاهر. بقول لك ايه يا ست الناس؟ خير. واني يعني لما احب اندهلك اقول لك يا ايه؟ قول لي يا ام منصور. إن شاء الله هنتمم بالمصلحة على خير يا أم منصور. يا رب يا طاهر يا رب. على مهلك، على مهلك يا ست هجمة. هو ده المخزن؟ أيوه. هو ماله غريب كده؟ على مهلك يا ست الناس، على مهلك، على مهلك. هدي يا طه، حزني يا مري. فين السلاح يا طه؟ ده شكله اتسرق. يا شرم حبيبي اشوف هنا. شوف. يا ليلى سودي، ده مفيش ولا حته سلاح وحدي. يا خرب بيتك يا دياب، يا خرب بيتك يا دياب. ما تعمليش في نفسك كده. الحقني يا طاهر منصور. الحقني يا طاهر عشان يا ولدي يا طاهر. لا لا ايه ده؟ الحقني يا طاهر. ايه؟ يا ليلى سودي، ده باين انه القرن طش وهتولد الليله. استرها معايا يا رب. يا طاهر. حسام سلمى. وحشتيني يا سلمى. انت كمان وحشتيني، بس انا زعلانه منك. ليكي حق تزعلي. انا لو كنت عرفت احميكي ودافع عنك ما كانش ده بقى حلم. بتمنى الموت يا سلمى، بتمنى الموت عشان اجيلك. عايز تموت من غير ما تاخد لي حقي؟ مش انت حسين، انت اقوى من كده. القوه ليها حدود يا سلمى. انا خلاص تعبت وكسرت، تعبت يا سلمى. كل عشان تستريح، عشان تقدر تكمل، عشان تاخد لي حقي. ماليش نفس، ماليش نفس يا سلمى. مش عايز تعيش؟ مش عايز تاخد لي حقي؟ كل يا حسين، كل كل كل. تعبان يا سلمى. سلمى
سلمى سلمى سلمى سلمى. سيدي يا واد ومنصور كمان وزي القمر شبهك. ألف مبروك يا أبو منصور، يتربى في عزك. يبارك فيك يبارك فيك يا ولدان، يبارك نفسي نفسي أشوفه، نفسي نفسي أضمه. أنا مش عارف أقول لك إيه يا طه، مش عارف أقول لك ليه. أنت من النهاردة دراع يمين. أنا ما عملتش حاجة، ده أنا ما عملتش غير الواجب، وبعدين أنا لحم الدافي من خيرك. بس هو يعني حكمت حصل لها حاجة؟ لا يا ست، حكمت بخير والحمد لله، بس فيه مخزن من المخازن اتسرق. تقول ايه؟ أنا روحت أنا والست حكمت أم منصور عشان نجرد المخازن زي ما انت قلت، لقينا مخزن فيهم مسروق. ساعتها هي تعبت وأنا خدتها على المستشفى. عملوها يا العلام، عملوها. معقولة؟ ممكن يكونوا هم؟ محدش غيرهم يستجر يعمل كده. كان خبرهم زين. دول يبقوا حفروا قبرهم بيدهم. طاهر، تاخد وهدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية تنقلوها للمخزن الاحتياطي. مخزن الاحتياطي؟ ايوه، بس يعني أنا معرفش حاجة عن المخزن الاحتياطي ده. وهدان خبره زين. المخزن الاحتياطي دي كنا ندار فيه البضاعة لما الحكومة تشم خبر. الحمد لله على السلامة يا جنرال. الله يسلمك يا ولاد. وحشتنا وانت في الانفراد يا فوكس. وانتوا كمان وحشتونا. طمنوني عليكم. الواد العل والواد بوب لسه بيرازوا فيكم؟ اه يرازوا فينا ونرازي فيهم، ايام وبنعديها. بيعجبني تنكتك قوي يا عريان. لو لي صحيح، شكلك ابن ناس، يعني شكلك افندي، ايه اللي حدفك على السجن؟ قتلت ابويا. قتلت ابوك؟ قتلته ازاي يعني؟ قتلته بالتقسيط المريح على 25 سنه. قتلته وهو كل يوم شايف ابنه الوحيد بيتنقل بكاس من ترابيزه خضراء لسهرة حمرة. قتلته وشايف شقة عمره بيضيع جنيه ورا جنيه. قتلته وشايف شركته اللي كبرها وطلع عينه عشان تكبر وتبقى من أكبر الشركات وهي بتفلس، وهو غرقان في ديونها لغاية ما صحته راحت. قتلته لأن عيل تافه ما بيهموش إلا نفسه، يعمل أي حاجة أي حاجة عشان يرضي غرايزه مهما كان التمن. انت طلعت عيل زباله قوي يا جدع. واضح ان انا كده فعلا، بس هتعمل ايه؟ سي لا في. سي لا في؟ ده انت قلبك قاعد. يعني انت مش ندمان خالص انك دخلت السجن يا عريان؟ بص يا مومبي، ندمان ومش ندمان. لا معلش بقى يا مومبي، فهمها لي، يعني ايه ندمان ومش ندمان؟ اكتر حاجه حاسه في نفسي ابويا وهو بيموت قال لي انه لسه بيحبني. بعد كل اللي انا عملته فيه ده ولسه بيحبني. مش مهم انه يحبك، المهم انك تبتدي تحب نفسك عشان ترضيه في تربته. كل اللي انت قلته ده بالسبب يخليك تيجي معانا هنا. بعد ما ابويا مات لقيت نفسي مرمي في الشوارع، ما حلتيش غير كلمتين اللغات اللي بعرف اقولهم على كام بدله سنيه اقضي بيهم الحياه. اشتغلت الناس اللي حواليا ونصبت عليهم. تصدق شكلك يجيب نصاب، ونصاب شاطر كمان. اكستريملي شاطر مسيو. ونصبت في ايه بقى؟ كل حاجة، بس بشياكة. I have my own style. لا رايق.
طب ما دام انت نصاب شاطر قوي كده، ايه اللي وقعك وجابك هنا؟ شوية كمبيالات على شيكات اتلسعت 3 سنين. 3 سنين؟ يبقى بصرع عريان. هونها يا رب. خير يا معلم علام، عاوز تجابلني ليه عاد؟ اسمعي يا بنت الناس، تلساكي نفسه ومش هطول عليكي. هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودانك. دياب لو ما رجعش البضاعه المخازن زي ما كانت مش هيحصل. طيب خازن ايه وبضاعتي ايه؟ انا ما خبراش، انت بتتحدث عليا. بلاش لف ودوران يا مره. انا ما بعرفش الف وادور، ولما تكون في بيت الكبير لازم تلزم مقامك. الكبير الله يرحمه دياب دلوك هو الكبير، ولما تكون في بيته وهو في غيابه لازم تعمل له 1000 حساب. تبين عليك يا حويطه وهتتعبينا معاكي. وايه المطلوب مني عاد؟ زي ما ابوي قال لك كده، لو البضاعه ما رجعتش المخازن هنجيبه عليها وطيها. ما انا دخلي ايه بالحاجات دي؟ وبعدين انا ما بتحداش. على اخر الزمن تيجي مره زيكي تتحدى ولاد علام؟ افهموها زي ما تفهموها، وعلى ما في خيلكم اركبوها. كده؟ ايوه كده. ماشي ماشي يا بنت الطراشنة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله الجميع. يا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حرام الجنرال استغفر الله. جمع معنا دولار. ما صليتش معانا ليه؟ انا قلت ما اسيبش عريان لوحده. بس استعبط ولا انت مالك ومال عريان؟ بصراحه جنرال اصلي ازاي يعني؟ انا مش حافظ حتى الهدف. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر يا بابا؟ الله يكسفك يا بهي. يعني بترسم الجنيه والدولار والين الياباني والبني ادمين مش حافظ ايتين تصلي بيهم؟ اسمع، كل يوم تقعد معايا شوية، حفظك الفاتحة وكام سورة قصيرة كده تصلي بيها، وما تقولش لحد على الموضوع ده عشان حاجة تكسر. ربنا يخليك ليا يا جنرال، أنا مش عارف والله من وراك كنت عملت إيه. ده تروح النار. ربنا يصلح حالك يا ابني. إيه الفاتحة؟ أنا حتى دي مش حافظها. قول ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لا مش الرحمن الرحيم، الرحمن مخارج الحروف مهم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يابا يابا اصحى يابا، يلا عشان تاخد الحقنة. يلا يابا اصحى، ده انت بقالك كتير نايم. يابا بابا يابا يابا ابوي لا إله يا رجعون، لا إله إلا يا رجعون، لا إله إلا